كاين اجتماعات ديال سنويه ديال صندوق النقد الدولي وديال صندوق البنك الدولي من ما بين 9 و15 اكتوبر الجاري، وان المغرب هو اللي استقبل هاد الاجتماعات. هاد الشيء كان مبرمج منذ تقريبا سنه على الاقل، وكان تهيئ اللي هو محكم لهذا التظاهر، وانه اول مره تيتعقد في افريقيا بعد 50 سنه، لان قبل 50 سنه كانت تعقد احدى الدول الافريقيه، والان الثاني تيتعقد في مراكش. حجم المشاركه كما تتعرف هو كبير 14000، واللي اساسي هو انه 189 دوله حاضره، وفي هذا 14000 كاين جزء كبير من المجتمع المدني، وكاين فعاليات اقتصاديه مختلفه. هاد المؤسستين حيت نعرفوا بانهم تاسسوا سنه 1944، صندوق النقد الدولي هو تابع للهيئات ديال الامم المتحده، ولكن بالنسبه للبنك الدولي تابع لمجموعه اخرى ديال الابنك. الهدف ديال هاد المؤسسات من بعد غنديروا القراءه ديال هو ضمان استقرار النظام العالمي والاقتصاد العالمي المالي والاقتصادي، ومراقبه التوازنات الاقتصاديه على المستوى العالمي، ولكن ايضا المراقبه على مستوى ديال كل دوله على حده، المساعده بين قوسين في مجال التنميه، هادشي من الاهداف المسؤوله ديال هذا، وايضا اعطاء الاستشاره والنصيحه في مجال الاصلاح الاقتصادي. هذه الادوار التي يقوم بها هذه المؤسسات، ولكن تيوريكم هادشي، ولكن على المستوى العملي زعما الكل يعرف شنو هي المآسي وشنو هي الكوارث اللي سبتها الصناديق ديال الاقراض على مستوى حقوق الشعوب وحقوق الافراد وحقوق المجموعات الى اخره، وضمنها حقوق النساء. بمعنى الى جينا اليوم الحصيله ديال هذه الاجتماعات اللي تنقولوا متقدمه اليوم في مراكش باب الاغلي، على مستوى الى بغينا نقولوا اشعاعي، كاينين الدول، كاين وفود ديال الدول، وكاين مجتمع مدني اللي تنظم تظاهرات داخل هذاك الفضاء ديال باب الاغلي، وكثير ومجتمع مدني وحركه اجتماعيه اللي هي عالميه ماشي فقط مغربيه، من جميع الجهات. هذا الشيء على مستوى نظري تيبان بانه واحد تقدم باهر الى اخره، ولكن من ضمن الملاحظات اللي استشفينا حنا البارح هذا هو انه ما كاينش هذاك داخل هذه الاجتماعات اللي تتسري الان مجتمع مدني مجتمع بوحده، وتيمكن يمشي يحضر في اللقاءات ديال الدول بعدد في الهيكله الماليه العالميه على مستوى الجونغ في الاثار الحقوق الى اخره، ولكن دو لوطخ كوتي هذيك الدول ما تتمشيش عند المجتمع المدني في الوقت اللي تتقول حنا راه وصلنا لواحد المستوى ديال انه منفتحين وتنديروا الحوار. علاش هذا سؤال اللي تيتطرح كبير، واش فعلا هذا التوجه نحو التحول ديال السياسات ديال هذه المؤسسات واش هي حقيقيه او انه دار الرماد على العلن؟ هذا السؤال اللي مطروح واللي تيمكن نجاوبوا عليه.